السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي الكريم، تمام، نعرف نحن الأب حمص المحاصرة، نعم صرنا ما يقارب السنة وتسع أشهر على حصار حمص. نعم بدك تحكي لي على الوضع بحمص هلأ بعد سنة وتسع أشهر. هو الوضع عندنا بحمص مأساوي جدا، وما في لا أكل ولا شرب، لا في كهرباء ولا في شيء. ومثل ما أنك شايف يعني هلأ اليو ان دخلونا، الدول دخلونا أكل، حسبوا علينا سلات غذائية، هي كانوا يعني تقريبا كفونا نهارين الأكلات وحسبوا علينا إنه أكل هذا، يعني هلا زودوا علينا الحصار يعني ورجعنا لمعاناتنا الأولانية، ما زاد علينا شيء، جوع. بفهم من كلامك انه السلات الغذائية دخلت حصة المقاتل يعني حصة كفتكم. المقاتل كفته نهار نهارين بس، ورجع ياكل حشيش يعني ورق سجار. ويعني تقريبا كل العالم تعرف انه هون عندنا حمص المحاصرة كله عم ياكل حشيش ورق سجار. ورغم هالشي ظليتوا هلا ورا طلقاتكم كمان شايف. الحمد لله رب العالمين، راح نتم صامدين بإذن الله. هلا اما نحكي على الصمود، يعني في مقومات للصمود اللي احنا بنتمنى، مثل ما بنعرف انه محاصرين سنة تسعة اشهر هلا انعدمت جميع مقومات الحياة بالحصار. عم نسمع انه في مواضيع عم تنطرح على طاولات على طاولات الاجتماع بالمجلس الامن بين الدول الاوروبية، انه يعني في مشاريع بتخص سوريا وتخص حمص. أخي نحن هون بحمص رح نتم صامدين، وبإذن الله رح نتم صامدين، بس إنه مشان شو اسمه المصالحات وهيك مواضيع. أخي نحن ما بنحط إيدنا بإيد النظام، أنا ما بحط إيدي بإيد واحد بإيد النظام اللي قتل لي أخي، قتل لي رفيقي، قتل لي أهلي، أنا ما بحط إيدي بإيده. طب يعني اذا ما هلا انت ما بتحط ايدك بايد النظام انه قتل لك رفقاتك، انه لهلا عم يقصف فينا، عم يقتل، طبعا يعني ما عم يلتزم بالهدن اللي عم تفرض عليه، تفرض عليه المجتمع طبعا الدولي. يعني واحد مثل هذا انا ما بحط ايدي بيدو. يعني شفت عينك دمر كل شيء، ما خلى شيء، ونحن حمص ما بنتخلى عنه، نحن حمص ربتنا وربينا فيها. ليك شفت عينك دمرها كلها، واخر شيء نعطيها ما بنعطيها. طب إذا شغلة فيها خير لحمص؟ هو النظام يعني لو فيه خير ما كان دمره لحمص، ما كان دمره لسوريا، كان من البداية سمع الشعب شو بده. طيب هلأ أنت لساتك صابر ورا طلاقة؟ الحمد لله رب العالمين، شوفت عينك أنا صابر ورا الطلاقة، يعني طول ما في حشيش نتم واقفين ورا الطلاقة. يعني لسه في أمل، لسه في صمود، لسه الحمد في لله رب العالمين، في أمل كبير عند رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الله الحمد يقويك. لله، الله يسلمك يا رب.